مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. نور ستارز أعلنت امبارحة ومن خلال فيديو على يوتيوب بعنوان حققت حلمي عن الحمرة اللي اشتغلت عليها لمدة سنتين مع ماركة المكياج العالمية ماك كوزميتكس، حيث شفناها بعدة إطلالات مجنونة من خلال الفيديو. أما بخصوص الحمرة فحتكون متوفرة ابتداء من تاريخ 7/9، يعني بعد 6 أيام فقط. فشو رأيكم بمفاجأة نور ستارز الجديدة؟ أما أنس الشايب فرح يكون ضيف كل من لانا ولين ببرنامجهم خلينا نحكي، حيث نزل الإعلان الرسمي للحلقة اللي راح تنزل اليوم مساء. واللي شفناه من خلال الإعلان هو أنه أنس جاء للانتقام لبيسان من بعد ما كانت ضيفة لانا ولين بالحلقة السابقة والدفاع عنها، واللي تم اتهامهم من طرف الجمهور بأنهم أهانوا بيسان طول الحلقة. أما قمر الطائفة نشرت فيديو على قناتها على يوتيوب من قبل يومين خرجت من خلاله عن صمتها، وصرحت تصريحات جدا قوية بخصوص مشاكلها مع عدد من اليوتيوبرز، فحكت عن مشكلتها مع لانا محمد ونور مار، وأيضا عن مشكلتها مع برهوم مع الراوي، وأيضا عن حقيقة علاقتها بالسلاوي وتفاصيل أخرى. فرح نحكي عن كل هالتصريحات بفيديو قادم بالتفصيل، فاشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. أما سيدرا بيوتي فصارت عم تتفاعل بشكل كتير كبير مع جمهورها، وخاصة على برنامج تيك توك، فعم تفتح بثوث مباشرة وتنشر فيديوهات هناك، فمن الممكن أنه ترجع ليوتيوب بعد أيام فور وصولها لدبي. فما نشرت سيدرا على قناتها لعدة أشهر، فحتكون كل من سيدرا وشيرين بدبي قريبا جداً.